بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في اليوم 22 من شهر مايو آيار من عام 1947 أرست باخرة أسترالية يطلق عليها الباخرة كاتومبا في ميناء عدن اليمني للتزود بالوقود، فخرج منها بعض الرجال للتنزه في المدينة، حيث التقى بهم رجل من فضلاء بلدة الشيخ عثمان بجوار عدن اسمه السيد عبد حسين الأدهل، فما أن تعرف عليهم وعلى اسم أبيهم حتى كاد يصعق من هول الصدمة، فأسرع إلى السفينة ليتأكد من صدق ما سمع، فرأى شيخا تبدو من بين قسمات وجهه الغائرة مظاهر للعظمة والسمو لا تخفى على أحد، وتظهر على يديه وساقيه الهزيلتين علامات لسلاسل وأغلال وكأنها نحتت في جلده نحتا. فسأله السيد الأذهل عن هويته، فرفع ذلك الشيخ الكبير رأسه ونظر نحوه بعينين كعيني الصقر الجارح، ثم أخبره بكل عزة وشموخ عن اسمه. فلم يصدق السيد الأذهل نفسه بأنه أمام ذلك البطل الإسلامي الأسطوري الذي اختفى منذ ما يزيد عن 20 عاما، وما هي إلا لحظات حتى وصلت إلى القاهرة برقية سرية من ميناء عدن اليمني. الأمير محمد عبد الكريم الخطابي غادر عدن على الباخرة كاتومبا. التوقيع الأذهل. بعد ذلك وردت إلى الملك فاروق ملك مصر آنذاك في قصره بسرايا القبة هذه الرسالة: جلالة مولانا الملك المعظم، وردتني برقية من عدن بأنه قد مر بها الأمير محمد عبد الكريم الخطابي أمير الريف بمراكش وأسير فرنسا بجزيرة ريونيون منذ 20 سنة، وهو بطريقه لمنفاه الجديد بجنوب فرنسا، وستصل به الباخرة كاتومبا غدا الثلاثاء للسويس، وإنقاذه معلق بإشارة كريمة من جلالتكم، ولا سلطة لفرنسا عليه سوى سلطة الخاطف على المخطوف. التوقيع محمد علي الطاهر رئيس اللجنة الفلسطينية بمصر. عندها قام الملك فاروق بمساعدة من عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام للجامعة العربية بتدبير خطة لتحرير الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي ليجن جنون فرنسا بعدها على فقدانها الأسير الذي لطالما أذاقها الويلات والهزائم. مرحبا بكم، هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة الرابعة من برنامج العظماء المئة، والتي سنستعرض فيها قصة أسطورة المغرب الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي. وقد يعجب البعض عن ورود اسم عظيم من عظماء أمة الإسلام ظهر في القرن 20 الميلادي مباشرة بعد الحلقة الأولى التي عرضنا بها اسم العظيم الأول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة أنني تعمدت هذا الترتيب لسبب سأذكره في نهاية الحلقة إن شاء الله. فمن هو الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي؟ وما هي قصته؟ ولكي نصبر أغوار قصة بطلنا الأسطوري نغور قليلا في التاريخ ونتحول إلى بلاد المغرب الإسلامي، وبالتحديد إلى بلدة أجدير في الريف المغربي، وهي المنطقة الواقعة في شمال شرق المغرب. ففي سنة 1301 هجري الموافق 1883 ميلادي رزق شيخ قبيلة من قبائل الأمازيغ يدعى الشيخ عبد الكريم الخطابي مولودا أسماه تبركا على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا. فقرر هذا الشيخ تربية ابنه محمد تربية صالحة منذ نعومة أظافره، فقام بتعليمه اللغة العربية وتحفيظه القرآن، ثم أرسله إلى جامعة القرويين في مدينة فاس يتعلم هناك الحديث والفقه الإسلامي. في ذلك الوقت كانت المغرب تمر بظروف صعبة للغاية، فلقد أدركت الدول الاستخرابية
التي يطلق عليها عن طريق الخطأ الدول الاستعمارية، أدركت هذه الدول الاستخرابية أن بلاد المغرب الإسلامي تعتبر بمثابة مصنع للأبطال عبر التاريخ. فمنها خرج مجاهدو دولة المرابطين إلى الأندلس، ومنها أبحرت قوات دولة الموحدين إلى أوروبا، وقبلها أخرجت هذه الأرض الجيوش الإسلامية إلى الأندلس. فلا بد إذن من إنهاء هذا الخطر الإسلامي المستمر. فعقدت تلك الدول مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906 بمشاركة 12 دولة، ولأول مرة في التاريخ يظهر ضمن الاتفاقيات الدولية اسم الولايات المتحدة الأمريكية، لتكسر بذلك أمريكا مبدأ قطعته على نفسها بعدم التدخل الأمريكي في السياسات الدولية. هذا المبدأ أسمته بمبدأ مونرو. كل هذه الدول اجتمعت من أجل المغرب، اجتمعت من أجل إنهاء هذا الكابوس الإسلامي المستمر إلى الأبد. فكان القرار النهائي لهذا المؤتمر تقسيم بلاد المغرب الإسلامي. فلم تكتفي تلك الدول بتقسيم مملكة المغرب الإسلامي فحسب، بل قسمتها بطريقة خبيثة عجيبة لم تعرفها شعوب الأرض من قبل، بحيث تضمن تفككها بشكل نهائي. فأخذت فرنسا القسم الجنوبي من مملكة المغرب لتنفصل فيما بعد موريتانيا عن مملكة المغرب الكبرى، ثم أخذت إسبانيا القسم الذي يليه من الشمال وأسمته الصحراء الغربية، ثم مرة أخرى فرنسا إلى الشمال من الصحراء وهي منطقة وسط المغرب الحالي، ثم إسبانيا إلى الشمال أيضا من الساحل الشمالي للمغرب وهي منطقة الريف المغربي. وبين هذا وذاك احتلت ألمانيا وبريطانيا مدنا هنا وأخرى هناك، وظن الجميع أنهم بذلك أنهوا الوجود الإسلامي في بلاد المغرب للأبد. ولكن الشيخ عبد الكريم الخطابي وابنه محمد كان لهما رأي آخر، فبدأ بتجميع القبائل المتناحرة على راية الإسلام الواحدة ومراسلة الخليفة العثماني في عاصمة الخلافة. عندها قتل الأسبان الشيخ المجاهد عبد الكريم الخطابي رحمه الله، فكون ابنه الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي من رجال قبائل الريف المغربي جيشا من 3000 مقاتل فقط ليقاوم به الغزاة، قبل أن يبتكر الأمير الخطابي فنا جديدا من فنون القتال العسكري كان هو أول من استخدمه في التاريخ، أطلق عليه اسم حرب العصابات. وقد استخدم ثوار العالم بعده ذلك الفن العسكري القائم على فنون المباغة والكر والفر. ولم يكتفي الخطابي بذلك، بل قام أيضا بابتكار نظام آخر في المقاومة. اعترف الزعيم الفيتنامي هوشيمين أنه اقتبسه من الأمير الخطابي في قتال الفيتناميين الأمريكيين بعد ذلك بسنوات، وهو نفس النظام الذي طوره رجال فلسطين في غزة بعد ذلك. هذا النظام هو نظام حفر الخنادق الممتدة تحت الأرض حتى ثكنات العدو. فقام بذلك البطل الإسلامي الخطابي بتلقين الجيش الإسباني درسا في فنون القتال. ولما تضاعفت خسائر الإسبان في الريف الإسلامي، قام ملك إسبانيا بإرسال جيش كامل من مدريد تحت قيادة صديقه الجنرال سيلفستري، والتقى الجمعان في معركة أنوال الخالدة. اجتمع جيش إسباني منظم مكون من 60,000 جندي مع كامل عدتهم الحربية مقابل 3,000 مجاهد مسلم فقط يحملون معهم بنادق بدائية. لأجل سرت اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا. فانتصر 3,000 مجاهد مغربي تحت قيادة الأسطورة الخطابية على جيش كامل من 60,000 مقاتل إسباني، فقتل المغاربة المسلمون 18,000 من جيش الغزاة الأسباني وأسروا 10,000 من الغزاة، الأمر الذي جعل الأسبان يسمون هذه المعركة بكارثة أنوال، ديساستري دي أنوال.
وبعد ذلك أسس الأمير الخطابي لأول مرة منذ الاحتلال إمارة الريف الإسلامية في شمال المغرب الإسلامي. وخلال 5 أعوام من إمارته قام الخطابي بتعليم الناس الدين الإسلامي الصحيح، ثم قام بإرسال البعثات العلمية لدول العالم وتوحيد صفوف القبائل المتناحرة تحت راية الإسلام. وكما هو متوقع بعد كل صحوة إسلامية اجتمعت دول الصليب مرة أخرى لكي يقاتلوا الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. ثم قامت طائرات فرنسا وإسبانيا بإلقاء الأسلحة الكيميائية والغازات السامة على المدنيين في الوقت الذي حاصر فيه الأسطول الإنجليزي سواحل المغرب. فقاتل الخطابي أمام أمم الأرض مجتمعة، فلجأوا إلى أسلوب قديم حديث ستجدونه يتكرر كثيرا في طيات هذا البرنامج. لقد لجأوا إلى طلب التفاوض مع الأمير وإعطائه الضمانات الموثقة على سلامة كل المسلمين وإتاحة سبل العيش الكريم لهم بكل حرية واستقلال. وكعادتهم نكص الصليبيون بعهودهم، فقاموا بخطف الأمير الأسطورة المجاهد، وقاموا بنفيه في جزيرة في مجاهل المحيط الهندي، ليس لسنة أو اثنتين بل 21 سنة قضاها هذا البطل في أسر دعاة حقوق الإنسان، في أسر من خرجوا للعالم بشعار الحضارة والثورة الفرنسية. كل ذلك لأنه رفض أن يعيش ذليلا تحت راية الغزاة. ولكن الله أبى أن يقر عيون أولئك المجرمين بالأمير محمد ليتم تحريره في قناة السويس المصرية في القصة التي ذكرناها في بداية الحلقة. ليعيش الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي ما بقي من حياته في القاهرة، لتصبح القاهرة محطا لثوار العالم، حيث زاره الثائر الشيوعي الشهير تشي غيفارا لكي يتعلم منه دروسا في الكفاح والنضال. وبغض النظر عن مدى عظمة هذا البطل المغوار، فإن ذكره في مقدمة الكتاب يأتي ردا على أولئك المساكين الذين إذا طلبت منهم الاقتداء ببطولات الصحابة وتضحياتهم تحججوا بحجة واهية، ألا وهي أننا لسنا في زمن الأنبياء والصحابة. فكان ذكر رجل ظهر في القرن 20 الميلادي لهو خير جواب على أولئك الذين لم يقرأوا شيئا عن تاريخ أمتهم المشرق. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه سيأتي من بعدهم مؤمنون، عمل الواحد فيهم كعمل 50 صحابيا. وفي 6 من شهر فبراير من عام 1963 ودعت الأمة الإسلامية البطل الذي قاوم جيوش الأرض بأسرها، أسطورة المغرب الإسلامي، الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله رحمة واسعة. سأتشرف بمتابعتكم على قناتنا في اليوتيوب لكي تصلكم حلقات البرنامج أولا بأول، وسأتشرف أكثر بقراءة مقترحاتكم واستفساراتكم على صفحاتنا في اليوتيوب وفيسبوك وتويتر. تابعوا معي الحلقة القادمة لكي نفهم كيف بدأت قصة الاستخراب الفرنسي في دول المغرب الإسلامي، مع قصة عظيم جديد من العظماء 100 ظهر في بلاد الجزائر فغير من مجرى التاريخ. كونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.